أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعداء جدا أن نلقاكم في العدد الثاني من برنامج استوديو المحترفين، البرنامج طبعا الذي يرافق الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. جولة ثانية، قسنطين الرائد والفريق الوحيد الذي يحقق انتصارين متتاليين أمل الأربعاء وسراغيليزان من دون انتصار بعد جولتين. من الآن في هذا العدد الكثير من المفاجآت وصور مباريات هذه الجولة الثانية. كالعادة في هذا البرنامج سيرافقنا محلل التلفزيون الجزائري سيد عبد الحكيم سرار من أجل تحليل المباريات. أهلا مرحبا كريم، مساء الخير الجميل. والحالات التحكيمية كالعادة السيد محمد زكريني، أهلا مرحبا كريم. جمهورنا الرياضي الكريم، مساء الخير. في هذا البرنامج أيضا سنسعد باستضافة واحد من خيرة المهاجمين الجزائريين الذين غادروا البطولة الوطنية. عاد هذا الموسم عودة مفاجئة، ولكن من أجل البحث عن ألقاب أخرى. البارحة عاد وشارك في أول مباراة وسجل أول هدف، من دون شك تعرفتم عليه، هو المهاجم الجديد لاتحاد العاصمة محمد أمين عودية. أهلا مرحبا أمين. مساء الخير كريم، مساء الخير جمهور رياضي، نشكركم على الاستضافة. أهلا شكرا. إذن أمين، الضيف الثاني هو محبوب الجماهير الجزائرية، يحبونه كثيرا، مدللهم افتقدناه وتوحشناه كثير مع المنتخب الجزائري بسبب الإصابة، هو عبد المؤمن جابو. أهلا مرحبا عبد المؤمن. مرحبا، السلام عليكم، مساء الخير جمهور الرياضي. عندنا فترة ما شفناكش بلاطو تلفزيون يا مؤمن. عندي بزاف ما بنتش. إذن طبعا قبل أن ندخل في غمار البطولة الوطنية رابطة المحترف الأولى وكذلك الثانية، الحالة الصحية عبد المؤمن جابو، الإصابة، الكل يتساءل متى يعود عبد المؤمن جابو. الحمد لله الإصابة هاي في تحسن كبير، العودة مازلت ما نعرفش كيفاش نبدا لي زونترمون. أمامك أمين عودي أيضا مرة بفترة صعبة وإصابة أيضا كانت خطيرة جدا. تقريبا نفس الشيء في على مستوى الأربطة المعاكسة، وشنا انا قعدت ببخي واحد 7 موا بها، دونك جو بونس كو الي ا 3 موا قال لي بلي ديجا اي في لا فليكسيون كومبليت، الى اون بون فليكسيون، دونك جو بونس كي كي ريفيندرا اوسي اوسي تو كو موا. جيسبر بور لو ان شاء الله اون بون ريديكاسيون و كي فا سيتابليغ بور كون بويس لو فوار ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. الحكم سرار لم يتعرض لاعب لإصابة خطيرة من النوع، هل يحتاج إلى قوة شخصية أم يحتاج إلى عناية صحية كبيرة أم ماذا يحتاج بالضبط حتى يعود بسرعة ويشفى نهائيا؟ الاثنين، لأن الجس سيرجيكال يعني اللي يدير العملية الجراحية يعني يكون في طبيب يعني أخصائي ممتاز، انتهى الأمر. بعد العملية يظهر قوة شخصية اللاعب، لازم يتأثرش ويبقى يفكر دائما يرجع في أقرب وقت، وهذا يتطلب كالتدريب، يطلب انضباط، عامل سيريديكاسيون يتعب ومتعبة، يعني نعرف ريديكاسيون متعبة، اللي لازم تكون عنده قوة شخصية. وقفنا معاه عبد المؤمن، وقفنا معاه وعطينا له نصائح والحمد لله كنت أول واحد بعد ما فطر من العملية اللي كنت واقف قدامه في السرير تاعه في تونس، وكانت عنده قوة يعني كبيرة ونخدم كثير ونعرف العمل الشاق اللي راه يقوم به، والحمد لله يعني في وقت وجيز عاودي الرجل تاعو يطبقها 90% على 100%. بديت تركض جابو، بديت شويه تجري. مازال دوك راني في الطابيرو لومبريك. ما تاثرتش من الناحيه المعنويه خاصه جاتك في وقت صعب جدا بالنسبه لك؟ والله يعني الاصابه يعني ما جاتش على السيفري، ما جاتش في وقت مليح، جات في الفان سيزون مي كنا احنا يعني مع النادي تاعي نادي الافريقي كنا متصدرين يعني البطوله، وكانوا عندنا دي ماتش صعب، مي هذا قضاء وقدر كما يقول لك، هذا مكتوب ربي، واحد لازم يرضى بيه. طبعا مثل ما عانى محمد امين عودي الذي عاد امس مع اتحاد العاصمه في كاس رابطه ابطال افريقيا يتاهل وبعلامه كامله حد الان، 5 مباريات 5 انتصارات. في هذه الاثناء ايضا تجرى المباراه الثانيه من هذه المجموعه بين مولوديه العلمه ونادي المريخ. العوده امس محمد امين عودي كانت استثنائيه بالنسبه لك، تسجل هدف بعد الغياب طويلا بسبب اصابه، كيف كانت هذه العوده؟ الحمد لله العودة كانت موفقة، كان لي الشرف وين لعبت أول مباراة لي هنا في الجزائر بعد عودتي من ألمانيا
ضد وفاق سطيف دونك الحمد لله سيتي ليسونسيال ا ايتي في اون ا غاني 3-0 Et je pense que ça sera de bon augure pour le match de mardi, Inch'Allah. Parce que mardi, on jouera contre l'Entente de Sétif aussi, notre deuxième match de championnat. Inch'Allah, هذا الفوز يخلينا مع ندخل المباراة القادمة بمعنويات مرتفعة. وإنش'Allah, لما لا أول فوز لنا في البطولة. الحكم صارت منين ناديين جزائريين في نصف النهائي ولكن للأسف اتحاد العاصمة سيكون وحيدا في الدور النصف النهائي. فريقين لديهم نفس الإمكانيات. دوري المجموعات في رابطة أبطال إفريقيا لما تعثر في أول جولة حسابيا يعني في كل ما تمشي على التاريخ وتشوف كيف كانت المنافسات ليتعثر في المباراة الأولى دائما يتلقى صعوبات للمرار يعني كانت جزائرية بنسبة 90% للأسف إن شاء الله مادام خداها وفاق سطيف في النسخة اللي فاتت إن شاء الله النسخة هذه يدخلها اتحاد العاصمة بكل قوة يعني وتبقى الجزائر دائما متصدرة إفريقيا. قبل ما نجابو كنت قارب من وفاق سطيفي شاهدت المباريات شاهدت الحصص التدريبية كانت خيبة أمل بالنسبة للسطيفية الذين ضيعوا حلم الدفاع عن لقبهم. سيبريك تعرف سورتو في ولاية سطيف كما نقولوا احنا ولفنا الألقاب ولفنا وفاق سطيف كل عام لازم يدي تيتر. مي المهمه كانت باينه صعبه من الاول باسكو تعرف باللي وفاق سطيف هو صاحب اللقب هذا هم اللي هزوا يعني البطوله اللي فاتت هذه ثم الناس كامل لي زيكيب كامل يحسبوا لها يوليو كامل الناس كامل تحب تربح الشامبيون نظن باللي لازم ينساو هذه الحاجه ويخموا ان شاء الله في الجايه ان شاء الله سيكون في النسخه القادمه ان شاء الله الاتحاد العاصمه ان شاء الله هم اللي يديوها ان شاء الله احنا مازلنا ديما تقعد في الجزائر لما هذا هو امل واماني وتمنيات كل الجماهير الجزائر الحديث سيكون شيق طيله ساعه ونصف من الزمن في هذا البرنامج لكن امس لعبت مباراه الرابط المحترف الثاني مع الجوله الثانيه ملخص هذه الجوله نشاهده سويا في التقرير الذي اعده الزميل رفيق تدفت الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس شهدت تسجيل 10 أهداف فاز من خلالها شباب باتنا بهدفين لهدف واحد أمام ضيفه شبيبات سكيكدا ومولودية تسعيدة بهدف صديق دون رد أمام اتحاد حجوت كما توصل الصاعد الجديد أولمبي أرزي من إحداث المفاجأة والفوز خارج الديار أمام أولمبي المدية بهدف مازا في الدقيقة العاشرة اتحاد بلعباس من جهته أبقى على نقاط لقائه داخل الديار حين أهداه بالغ هدف الفوز أمام اتحاد الشاوية فيما تعادل كل من جمعية تشلف نادي البارادو وجمعية الخرب بأمل بوسعادة بهدف في كل شباك وانتهى لقاء شبيبة بيجايا مستقبل شبيبة عين فكرون بدون أهداف هذا وأجل لقاء أهل البرج مولودية العلمة لموعد لاحق جولة تصدر فيها الخماسي أمل بوسعادة جمعية شلف اتحاد بلعباس أولمبي أرزي وشباب باتنا الترتيب مؤقتا وفيما يلي نتائج الجولة كاملة والترتيب بعدها وجدول مباريات الجولة القادمة طبعا الصراع سيكون كبير جدا في المحترف الثاني من أجل ثلاث شيرات للعودة إلى حظيرة الكبار قبل أن ندخل غمار المحترف الأول نعود إلى أمين عودية البارح العودة والهدف مباشرة ما هو سهل على لاعب أن يبقى بعيد عن الميادين لفترة طويلة ويعود ويسجل بتلك الطريقة طبعا الحال أي لاعب أنا قعدت 3 أشهر بدون منافسة كانت عندي petite élongation au niveau de la cuisse après déjà شهر رمضان وين انا ما حبيتش نروح الى المانيا مع الفريق ديالي كانت عندي بعض المشاكل علشان حبيت نقعد هنا في الجزائر انا مادام تسالني الكثير محتار
الكل يريد أن يذهب إلى أوروبا ولا في أوروبا، أمين عودي يعود من أوروبا إلى الجزائر، اختيارك أثر الدهشة والغرابة. Je vais essayer en version conclusion courte. Je vais essayer de me dire une conclusion très courte. كي رحت لألمانيا العام السنة الأولى كنت هنا مع وفاق سطيف، كان الشرف مع السيد عبد الحكيم صرار وين كان الرئيس تاعنا في السنة الأولى، وعبد المؤمن جابو كان مع لاعب أخذنا دوبلي كوب شامبيونا. L'année d'après, on a gagné un championnat. Donc, c'était évident pour moi de partir en étranger. C'était plus pour la Coupe du Monde. Je suis parti en étranger, j'ai commencé à jouer, j'ai marqué des buts. J'ai eu ma blessure au mauvais moment, 4 mois avant le Mondial. Donc, le hisabat était à être halte chouïa. C'était plus pour essayer de passer un cap. Le cap, je n'ai pas réussi à le passer à cause de la blessure. J'ai réessayé l'année d'après, ma FSV Francfort, l'année dernière. كانت عندي شويه صعوبات، لعبت من بعد بليسور ثاني في ليغامون انترن غوش، دونك حبيت ندخل البلد ولو على لي سنه واحده مده موسم واحد باش جو روتروف ما فورم، جو روتروف بوبليك الجيريان، جو روتروف مون نون اوسي باسكو سي با لو ميم نون، عوديه تاع الجزائر وعوديه تاع المانيا. واحد ما يكذبش فريق اتحاد العاصمه عنده دي زيسيونس امبورطون تامي سينو فيه، حيلعب على تل جبهات، والمشروع تاع المسيرين تاع اتحاد العاصمه عجبني وحبيت نكون جو في بارتي مع هذا المشروع. بوركوا با ايسي دو غاني لا ليغ دي شامبيون ان شاء الله كوم سا اختيار صح. انا لا اقول يعني هو جاء على سبيل الاعاره، هذا شيء مهم جدا. لما يكون اللاعب ما عندوش الامكانيات والمؤهلات، المانيا انا كل حصل لي الشرف ولعبت في المانيا، المانيا باش لاعب تتمسك به، حتى لو كان لاعب ما جاش عنده مستوى ممش يفكروا باش يعاودوا يرجعوه. هما بوليسي تان ترومبلان بور لوي الجيري، يجي يقول لك خارج من اصابه يدخل الحديقه تاعو، في الحديقه الجزائريه متعود على ضغوطاتها، يرجع الى مستوى الحقيقي وبدون شك راح يسترجعوه. والدليل ندوه على شكل اعاره، لما الالمان يشوفوا باللي لاعب هذا ما عندوش القدرات يعطيوه لا ليبراسيون تاعو. محبوش المانيا، امين هو الذي اسرى له، محبوش وطلعوا هو. انا كنت نتبع عبر وسائل الاعلام وهو اللي ضغط على ناديه باش يطلقوه. هما فكروا يقول لك احسن اللاعب راهو خذاو شويه فلوس واللاعب راهو يلعب. هما دراسات اقتصاديه ورياضيه، هما يمشيو بالتوازي. الآن الأمور واضحة بالنسبة لمحمد أمين عودية، ولكن جابوا لا نعرف أين أنت. سمعنا بأنك في الوفاق وستبدأ بعد مرحلة العودة، وسمعنا بأن النادي الإفريقي لن يتخلى عنك بسهولة، وسمعنا بأن الترجي التونسي يريد أن يدخل في السباق. بين كل ما سمعنا أين هي الحقيقة؟ هي باش الناس كامل تعرف، يعني لازم يعرفوا بلي انا راني ليبر، زعما راني ما عندي دوكا كيما راني ما عندي حتى اي كيف. سي فري عندي لي كونتاكت، عندي بزاف هنا في الجزائر في تونس حتى في الخليج، مي مازلت انا مادامني مازلت ركبتي شويه، مانيش حاس روحي بلي نحس روحي مازلت ما نقدرش نلعب، مازلت مانيش نخمم، مانيش بيان في راسي، زعما مازلت ما خممتش بيان باش نخير الفريق اللي نلعب فيه ان شاء الله. حتى ما خيرتش هل يكون الجزائر ام الخارج؟ حتى هذا الجانب ما خيرتش؟ مازال تفضل انك ترتاح وبعد ذلك تقرر. نحب نرتاح ومن بعد ان شاء الله باش ندير زعما الاختيار اللي يناسبني ان شاء الله. حكيم امور صعبه لما تتعرض اصابه من هذا النوع، تتهطل عليك العروض، تسير هذه الفتره امر صعب جدا. صعيب ذكي ولات عنده خبره، ما بقاش ماموش اللي نعرفوها عنده 4 أو 5 سنوات. الدليل هو موجود في بلاطو تلفزيوني، واي تلفزيون، التلفزيون الجزائري موجود ويحاور في جمهور جزائري اللي راهم يتبعوا فيه ويسمعوا فيه. ما بقاش جابوا تاع الكوره ويفكر، التفكير تاعو اول حاجه والتفكير صائب. نرجع لقدراتي، نرجع نعرف امين عوديه ما نظنش كان يمضي في اتحاد العاصمه لو كان مازال ما بداش لا ريديكاسيون ومازال ما تقدرش. يقدر والله لي بلي يقدروا ما نتمناوش، يتحاور مع نادي ويمضي الى اخره، ربما بعد شهرين يقولوا له مازالت اعاده التاهيل تاعك تزيد 4 شهور زايده. هو تفكير صايب، تعامل ذكي جدا، هو عنده الحنين للنادي الام. انا نعرف قصته كامله، عنده الحنين للنادي الام، هي الصيف يشتي الجو هذاك تاع الصيف، ولكن كاين انديه في تونس اللي ماهيش ضاغط عليه كثير، حتى ولا قرينا عبر وسائل الاعلام حتى ما ولاش يدير في تكذيب، يدير تفسير
وين الترجي الرياضي التونسي حب يديه، وتعرف الاثاره الموجوده ما بين الترجي والنادي الافريقي تسمى رايحين يخلقوا له مشاكل، ولا يفكر. انا قلت له فكر في رجلك، تفكر في حتى حاجه، شيء مهم جدا حكي، دير لا فيتاس ولا فورس ساعدك، ابدا خير وين تحب. وعندك حنين ايضا للمنتخب الجزائري عزمون، ان شاء الله هذيك هي الصح، هذاك هو الصح ان شاء الله، الحنين لاجواء خاصه مع اسلام سليماني. يا اخوان نوجه له تحيه من المناسبه، طبعا علاقه حميميه لعب المؤمن جابو ليس مع اسلام سليماني فقط بل مع كل اللاعبين، لانه لما نقلنا مع المنتخب الجزائري امين تحس جابو عنده وزنه في المنتخب ليس فقط داخل الميادين بل حتى في المجموعه. لاعب كبير جابو، كان لي الحظ ونلعبت معه في وفاق سطيف. انا كنت كي كنت معه في التيران كان ما نكذبش عليك بارفوا جموبلي parce que je suis là aussi pour marquer des buts, mais qui ne chauffe il a tellement aimé Tani Ninsa Rohe. Tani Lika Mutafarej. Donc, où je coûte l'Ukra Lita Kulhatawi, je suis en forme en Harseb. Oui, c'est ça. Hajj. Tatanja. طبعا على ذكر المباراة أمس يزيد لدينا صور فرحة أمين عودي بعد الهدف الذي سجله، شفنا انفعال غير عادي غير طبيعي من أمين عودي بعد الهدف المسجل، لماذا ذلك الانفعال الكبير؟ احتفلت بالطريقة التالية متعود نحتفل فيها مع وفاق سطيف كي كنت هنا في الجزائر. كنت أمين عودي ليس هذا أول هدف سجلت قبل أهداف كثيرة، ولكن طريقة فرحتك وكأن الهدف استثنائي بالنسبة لك. الأول بعد الإصابة. جيم بيان موي المايو لو لي كولور باغ اكزومبل. maintenant je suis un joueur de l'USMA. je porte le maillot de l'USMA. j'aime bien mouiller le maillot de l'USMA surtout quand il s'agit de mon ancienne équipe parce que واحد ما لازمش يكذب على روحه. هنا في الجزائر بالضبط كي تلعب كونتر فريقك السابق كنت حاف اللي اخذت معاه الالقاب وفرحت معاه وجيتي با السول اللي فرحه ومش لعب معاه على بالوش كاين. انا مون تمبيرامون اي فيت انسي كونت جيم ماركي دي بوت جو سوي كيكان كي ادور ماركي دي بوت دونك كونت جو مارك جو دو سيليبري ما جوا للفرح مثلما طبعا امين مثلما كان الفرح اليوم بالنسبه لي عبد الرحمن حشود، ولكنه تلقى انذار سي محمد زكريني، سنعود لذلك لكن بعد ان ندخل غمار الرابطه المحترفه الاولى بعد الفاصل. يا زيد مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى موبيليس والمباراة الأولى بين مولودية الجزائر وسريع غليزان، المباراة علق عليها الزميل طه شعبان. كرة عواج كريم مدحي، كرة بالخطأ صعبة هذه الكرة أمام قرمي صعبة والهدف الأول لصالح مولودية الجزائر. قرمي يفتتح عداد ويفتتح عداد المولودية. ها هي الإعادة، شوف هنا الانطلاقة من قرمي، خدا كامل وقته وضع الكرة في الزاوية البعيدة بالنسبة للحارس مدح. الانطلاقة من هنا في هجمة مرتدة لصالح مولودية الجزائر عن طريق عواج ينتظر إثبات كتير عواج صعبة الكرة خطيرة ولا هذيك مولودية الجزائر يجير لو ماتش. كرة من هناك من قرمي تسديدة ممتازة ولكن الكرة جلبت العمود الأيمن للحارس مداح، قام بتغييره في هذه المرحلة الثانية ربما من هناك عفوا تسديدة كرة ممتازة من طيب بالرملة كاد أن يباغت الحارس فوجي شوشي. تنشاهد عودة مانوتشو وج كرة دائرية مباشرة ناحية لامس الثاني الهدف الثاني لصالح مولودية الجزائر بعد ركنية ملعوبة بشكل جيد ورأسية سكنت مباشرة شباك الحارس مداح. سوء تقدير الكرة، شوف خرج قال هذه الكرة فايتة ما كان حتى حد الخلف ولكن جابت الهدف الثاني. مرة ناحية قرمي صعبات الكرة دائما تبقى لصالح المولودية، يطلبها صلاح الدين في الرواق الأيمن صعبة والحارس مداح. كرة طويلة مباشرة ما تمكنش منها اللاعب نقولا، كرة صعبة هذه الكرة صعبة والحارس شوشي في المكان المناسب. سية مانوتشو دائما طيب رملة في المتابعة، طيب رملة توزيع من هناك صعبة هذه الكرة
كوتشو ويقلص النتيجة. الجمهور ينفعل مع كل اللقطات. بالرملة ما قالش الكرة راح تخرج ولا الكرة راح ياخذها المدافع، هو راح للكرة هذيك، ولكن هنا الخطأ تاع شاوشي سوء تقديره نفس الشيء للهدف اللي تلقاه مداح. وفي هذه الأثناء الحكم السيد ميال يعلن على نهاية هذه المباراة. إذن الحكم ميال يعلن عن نهاية المباراة بأول انتصار لمولودية الجزائر هذا الموسم خارج الديار، والثاني هزيمة على التوالي لفريق سريع غليزان. حكم سرار، نبدأ من المولودية. في العدد الطارد قلنا بأنه تعادل، ولكن فيه ملامح فريق بإمكانه أن يضرب بقوة هذا الموسم، يؤكد اليوم أمام سريع غليزان. بدون شك وخاصة المباراة الثانية وفي غليزان، الفريق سريع غليزان يعني أعطى احترام أكثر من اللزوم للمولودية الجزائر، كان خايف كثير من المباراة، وشاهدناه في الدقائق الأولى ما قام بحتى لقطة هجومية. مولودية العاصمة عندها نفس الشيء، المولودية خايفة من سيناريو الموسم الماضي، كنت انطلقت بتعادل في ملعب عمر حمادي، ننهزم في غليزان ربما ندخل في دوامة ضعف النتائج ونعيش نفس الفترة اللي عشناها الموسم تاليل. كانوا متخوفين كثير وما كانوش يغامروا في الهجوم، حتى لما سجلوا الهدف على خطأ من قرمي تراجعت مولودية العاصمة، بقوا يلعبوا بشيثة وقراوي في نفس الخط ومتخلفين للوراء، كانوا يحافظوا على النتيجة تاع 1-0. لما سجلوا الهدف الثاني تحرر فريق سريع غليزان، يعني بالعامية قال ما عندي ما نخسر، أنا خاسرين 2-0 نغامروا الهجوم. لما تقدموا سريع غليزان ترجعت الكفة ونسيطروا نوعا ما في 20 دقيقة الأخيرة وقلصوا النتيجة وكادوا يعدلوا، ولكن أمور حكيم صارت عقدة. ولكن في البلان سيكولوجيك المولودية خطت خطوة كبيرة لكي يكون لهم موسم مستقر، لا أقول يكونوا أبطال ولكن يكونوا مع الأوائل، لأن الثقة عند اللاعب الجزائري. حكيم راك تقولها بعد جولتين فقط. أقول بعد جولتين. متعودين أننا نقول هذا بعد 4-5 جولات. 4-5 جولات ربما في بطولة أخرى. هنتكلم على البطولة الغريبة، لأن إحنا في كل مرة نقول أغرب بطولة في العالم، هذه البطولة تقدر في. لي 5 بروميير جورني المولودية خارجة بفوزين، كنت فوز بالمباراة الثالثة. خارجة بفوز وتعادل. لأن كريم تسمح لي نقطة هذه مهمة، قصدي هنا في الجزائر. بس ما تلقاش كل اللاعبين عندهم كما كنت كل النضج وقوة البسيكولوجية. قوة البسيكولوجية هنا لا كونفيونس، لما تكون لاعب عنده ثقة تهنيت كاين ثقة الفوز، لا أما لا دخلوا شك راح تعيش الأمور تتعقد. شك حكيم دخل في سريع غليزان لأنه آخر خبر هو استقالة رئيس الفريق السيد حكيم بوهني رئيس الشركة وكذلك رئيس النادي الهاوي، ومعنا السيد حكيم بوهني على المباشر. أمر غريب جدا في ثاني جولة لفريق يصعد فقط هذا الموسم، وأي فريق؟ سريع غليزان الفريق المدرسة. سيد الرئيس أهلا مرحبا بكم. السلام عليكم أخي عبد الكريم، تحية رياضية وسادة المشاهدين وسادة الحضور اللي رمى. استقالة محيرة رغم أننا نعرف أن سريع غليزان مر بمشاكل قبل بداية الموسم، سمعنا حتى بمقاطعة اللاعبين بسبب الأموال والمستحقات، ولكن أن ترمون المنشفة هكذا بعد جولتين الأسباب يبدو غريبة جدا سيدي. والله أخي كريم يعني كل صراحة يعني مكاش نقلناش الدعم المعنوي أو المادي من السلطات، يعني وين كنا احنا في بداية الموسم استقبلنا أكثر من 14 لاعب، وين جبنا أموالنا يعني أكيد أنا ولا مدير الهوي اللي هو مشكور على المجهودات اللي قدمها معايا. وش نقول لك يعني كانت علينا بريسيون بزاف، كانت علينا ضغوطات كبيرة، وين نقول لك لحق الوقت وين نقول لك الله غالب ما قلناش الله غالب هذه هذا اللي في الله نفس العين وسعها ما قلناش الدعم يعني السلطات، ولكن تتركون الفريق في وضعية صعبة جدا جولتين فقط سيدي الرئيس. والله وش نقول لك هريم ما كانش مش عارف نشرح لك أخي كريم ما نكونوا صراحة يعني ما قدرناش في هذا الوضع الكارثي اللي رانا فيه، ما قدرناش نشوف بعض الأندية وين استقبلوهم ودار لهم ريسيبسيون
احنا ما معيطوناش ولا قيمونا وداروا لنا. ولكن استقدمتم كثير 17 لاعب ايضا، ما كنتوا الرقم القياسي في عمليه الاستقدامات هذا الموسم. والله يعني خصوص قدمنا مجهود جبار في بدايه الموسم، وين كنا استخدمنا اكثر من 17 لاعب. ماشي بزاف يعني 17 لاعب. واش حبيت نقول لك يعني هذا هو باش تلعب في صف الكبار لازم تجيب لاعبين ذو خبره وكذا اللي يشطوا في القسم الوطني الاول. طبعا نتمنى فعلا ان تسوى هذا الامور في بيت سري غليزان، لانه هذا الفريق افتقدناه كثيرا، يعود بعد 25 سنه، نريد ان يكون هذا الموسم ان شاء الله موسما على الاقل ضمن البقاء بالنسبه لسري غليزان ان شاء الله، فقط المشكل يسوى قريبا. شكرا سيدي الرئيس على هذا التجاوب وعلى هذا التدخل على المباشر. امين عوديه، لما تسمع رئيسك يستقيل بعد جولتين حتما تتاثر. امر محير، أمر محير جدا. جابوا سيبلي تتحير سيرتو يعني دو ماتش يعني تحبس وتخلي الفريق في الوضعية كما هذه صعيبة، سواء المدرب أو رئيس. حكيم أنا نظن يعني كل صراحة يعني أنت تكلمت في التقديم تاعك قدمته كرئيس شركة، لما تكلم سمعت شركة دخلت في رأسي لوطنوي غير موجودة هذه. لما سمعت الرئيس يتكلم وليت نشوف في جمعية رياضية ولا خيرية ولا تقريبا. حتى رئيس الجمعية استقال سيد عزيز. بلك أنا من السلطات، أنا رئيس شركة نستنى في السلطات. حان الوقت دركا لازم الاتحادية تكون صارمة، مع كل احترامي للأخ ربما مشاكله ما نعرفهاش، ولكن ظاهرة الأموال هذه في الأندية ناخذ فريق. أنا نتكلم من هذا المنصب لأني مريت بالأمور هذه، مريت حتى أنا باستقالات الضغط. نضغط الاستقالة الضغط أم استقالة رجعت؟ كان استقالة الضغط، يعني أنا استقلت ونستنى المسؤولين المحليين يعودوا يكلموك. يومنا في كل هذا حكيم صرار هو أن تعود الأمور إلى نصابة بالنسبة لفريق سريع غليزان. قبل أن نذهب إلى مباراة جمعية وران يزيد، في هذه المباراة سجل عبد الرحمن حشود الهدف الثاني، الهدف الثاني لمولودية الجزائر، لم يكن عن طريق مخالفة بل كان بالرأس. إلى هنا الأمور عادية، ولكن طريقة تفاعله تسببت في تلقيها البطاقة الصفراء. لماذا تلقى هذه البطاقة الصفراء؟ سنشاهد الصور يزيد إن أمكن ورشيد، وسنتحدث مع السيد زكريني عن هذه البطاقة الصفراء لتفاعل اللاعب. ما نزعش القميص، ذهب فقط إلى الأنصار. في القانون يقول باللي اللاعب عنده الحق يفرح ما ينزعش القميص، وكاين قانون يقول يفو با إسكالادي لغرياز. هو وش دار؟ طلع عنده الحق يوصل حتى ويفرح، بصح يطلع يمس لا بد على الحكم. بدينا نطبقها فقط هذا الموسم، لان لا الموسم السابق كنا نشاهدوها عاديه. اسمح لي، موجوده الحكام ما كانوش يطبقوها، الحكمات الصارمه لتطبيق القانون، لان اللاعب لما يروح ويفرح. هاي الصوره هنا القانون واضح، هنايا اللاعب ممنوع عليه إسكالادي، مكتوبة في النص القانوني إسكالادي لغرياز. تسلق. شكرا سي صغار. ماشي تسلق الجبال ولكن تسلق. يلا تفضل حكي عندك تعليق. شباك. أنا بسيط، كان في المكان هذا حموم. وتكلم على فيولغاريزاسيون دي لوا داربيتراج. انا لما اليوم انت من المكان هذا تتكلم على الجمهور الرياضي، ربما اللاعبين بعد نهايه المباراه، ونعرف لاعبين الجزائريين كي يكملوا المباراه راهم في الريستوران بيتزا يتكلموا على المباراه اللي ربح، يتكلموا على الطريقه واللي انهزم، يواسي صعب ويطلع له المعنويات، دونك ما راهمش يشوفوا فيها. دونك انا متاكد ولو كان احنا الرقم تاع حشود متصل به ما يعرفش هذا القانون. دونك الفو فيلغاريزي، مادام الرئيس قال اون دوا فيلغاريزي، رانا في الجوله الثانيه. الرئيس قال ورئيس الرابطه قال كذلك. اما نديروا ما نقولوش. سي محمد زكريني، عندنا امين عوديه، تعرفوا هذا القانون؟ القانون هذا انا نعرف في اوروبا، في اوروبا ما كاش الكرياج. معك معايا سي زكريني؟ نعم. في اوروبا ما كاش كرياج، كاين لاعبين يسجلوا اهداف يروحوا عند لي سوبورتور ديالهم باش يحتفلوا بالهدف. لاربيت يجي يعطي كارتون لاجون، ما يخليش. بارك الله. في اوروبا ما كاش ما باكرياش، كاين 50 سنتيمتر يصوت عند سوبورتور يعنق سوبورتور ديال الجوار، لاربيت يجي يعطي البطاقه الصفراء. علاش؟ لماذا؟ لان با لو دو بارتير ما عندهمش هما لي كرياش.
ما عندوش فاصل. ما كاش فاصل. فما بالك انت تطلع اسكالادي مكتوبه في نص القانون اسكالادي ليجري. وبدا التطبيق فقط هذا لا مش من هذا انا ماليش متذكر. لا من السنه الماضيه بدات كانوا الحكام متساهلين. الان من السنه الماضيه تلقوا تعليمات صارمه اللاعب اسكالادي ليجري لا بد عليه ان ياخذ بطاقه صفراء. عبد المؤمن جابو ما نعرف ديجا انا قبل ما نروح لتونس في الشامبيون العام اللي دينا فيه الدوبلي كنت ماركيت بيت وطلعت فوق الشباك واحد ما عطاني زون. لا ماشي في وصله وحشود ما يعرفهاش وكثير من اللاعبين ما يعرفوهاش. فرق كبيره يعني ما تقدرش تجيب كتاب كيما هذا وتجيب يعني الحكام موجودين ملايين في الاخر وتجيب وتدرس الاخر في القانون وتجبد ما تديرش هذه ولا هذا الفرق هذه وش يعرفوا يديروا؟ ما يعرفش يجيب حكم ملايين الحكام. طبعا يبدو بأنه فيه مبادرة من قبل الرابطة المحترفة وكذلك اللجنة الفيدرالية من أجل تقديم دروس للاعبين دروس في التحكيم من أجل طبعا التوعية يزيد. لا أدري إذا طبعا وصلت صور جمعية وهران وفريق نصر حسيدية. طبعا نحن هكذا على المباشر ونستقبل الصور التي تصلنا سواء من محطة الجاوية وكذلك من زملائنا هنا في المحطة المركزية. مجهودات كبيرة تبذل من قبل كل الزملاء حتى نوافيكم بصور المباريات التي انتهت منذ ساعة وبعضها منذ أقل من ساعة. إذن الصور التي وصلتنا الآن من الباهية وهران مع فريق جمعية وهران الفريق الذي كان منهزما في النتيجة أمام النصرية ولكنه عاد وأحرز الفوز بثنائية المباراة. حضر زميل مختار مذكور. مباراة المدرستان جمعية وهران بنصر حسين داي وفت بعودها من خلال التشكيلة المكتملة والأداء الفني لناديين يتقنان اللعب المهاري. أشبال كمال مواسى أمطر ضيوف بوابل من الهجمات بداية بقطفة عواد في الدقيقة الثانية ليرد عليه بن عياد من جانب النصرية انبر لها الحارس فلاح. توالت الهجمات للمحليين عبر العائد بن تيبة وعلى مرتين من دون تغيير في النتيجة. الحارس فلاح الذي لم يصله أي تهديد من جانب الضيوف كاد أن يخادعه زميله بالعيد. أما جمعوني فلم يوفق أمام صمام أمان نصرية اسمه الحارس ليماني. وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخير علاق من جانب الضيوف كاد يفتتح باب التسجيل. الشوط الثاني عرف استفاقة أشبال يعيش ومن فرصة نادرة قاسمي يكرم وفاضة المحليين بهدف ضد مجريات اللقاء. ردة فعل الجمعية كانت قوية عبر جمعوني والحارس ليماني في المكان المناسب. التكتل الدفاعي للنصرية ومحاولتهم الاكتفاء بهدف وحيد كلفهم هدف التعديل من سباح زين العابدين وأول هدف كان له مفعوله الإيجابي. ولأن الشهية تأتي بعد الأكل فإن هرباش كان في الموعد ويحرر الأنصار بهدف الفوز. فوز مهم للجمعية التي لم تخيب وخسارة النصرية المنطقية التي لم تغامر كثيرا في الهجوم. كنا فايزين في المباراة في الأول معك عدلنا النتيجة وشنا الفريق تاعنا كان انهار في هدف التعادل. هذه مقابلة لنا احنا ما راحش تأثر علينا احنا عندنا موسم كامل راح نقول لك نسيروا هذا الموسم ان شاء الله وهذه المقابلة ما تأثر علينا ان شاء الله. شو تلاقينا صعوبات اليوم مع فريق تاع ملاحات وصحة دير بروم ماتش وزي ما طنشتونا وخشينا في الديبي وقلنا للجوار عادوا في المدرك كاملة كانوا مورالمون بيان عادوا في النتيجة وهذيك هو ليسونسيال الحمد لله 3 بوان في ستاد ملاحات. اليوم زاد جانا فريق قوي وكان يعني محفز معنوي خاصة بعد الانتصار الراية تحت ضد فريق اتحاد العاصمة. أنا نظن يعني الشوط الأول والنجاة لكن نقدر نقوله كان الشوط تاع الفرص الضائعة. فريق جمعية وهران كانت عنده على الأقل واحد ربع فرص اللي كان قادر بإمكان مش حباب تسجيل. فريق الميلح أيضا كانت عنده زوز فرص ولكن الحارس تاعنا يعني اليوم عارف كيفاش تصدى لزوز كرات. أما في الشوط الثاني أنا نظن بعد ما الفريق فريق ميلح حسين داي يعني خطف هدف السبق
اللاعبين تاع الجمعيه يعني ما تقلقوش، بقاو مركزين، صبروا وحافظوا على النظام اللاعب تاعهم. طبعا اذا كان هذا كمال موسى الذي يعود من جديد الى جمعيه وهران. الجمعيه عبد الحكيم سرار تعثرت في الجوله الاولى وهذه المره تفوز بعدما كانت منهزمه بهدف مقابل صفر. نتيجه جد مشجعه لان تضيع نقطتين يعني في الديار في مباراتين متتاليتين في بدايه الموسم تاثر معنويا خاصه في الحسابات في مباريات العوده. اخر مباراه تكون خارج ديار في العودة ثم تليها مباراتين متتاليتين، حسابات تاعك تعقد، يعني ثلاث نقاط من مهمة جدا. ما يأثرش نوعا ما على نصر حسن داي لأنه فاز بأول مباراة، ولكن جمعية وهران جابت نقاط يعني مهمة ومهمة جدا. حرباش سجل هدف جميل، كان يلعب معك في المنتخب الأولمبي أمين، متعود حرباش متعود يسجل من بعيد سواء مخالفات مباشرة أو تسديد من بعيد، سي سون بوان فور. Il n'est pas le seul d'ailleurs, Rabih Boubakar ta Chabab El Wezdad Aidan, j'ai eu l'habitude de le voir frapper de loin et je le félicite pour son but parce que vraiment c'est un beau but. Gasmi, le mobat l'oula yisajjal w hadi el marra Aidan yisajjal idafa haqiqiya li Nasriya. Bdoun chek ma hukm el khibra ta'o el thiqa li tkellemt 'aliha sid. Insha fi firq kteera في الجزائر وكلها يعني فرق كبيره، ولكن ما بقاش مستقر كاسمي. مش مستقر، كاين دو سي لي بيجون فواياجور، كاين دي جوار كوم سا ما يقدرش يبقى في فريق ثلاث موسم اربع، لازم يمشي يغير الاجواء وتكون عنده الثقه في اي نادي. اذا حتى امين عود يغير الاجواء، ولكنه لن ينسى حتما فريق شباب بلوزداد، فريق السابق الشباب الذي استقبل اليوم في ملعب 20 اوت من دون جمهور امل الاربعاء في مباراه كانت مثيره جدا، واستمتع فيها زميلنا هشام سعدودي باربعه اهداف كامله وعاد الينا بهذه التفاصيل. مباراة كانت جميلة والجمهور الرياضي حرم من متعتها، فإلى متى هذه التصرفات التي تدفع ثمنها الأندية وكرة القدم؟ وإن شاء الله كما احنا نقولوا ندد أنا كوم سيبورتر تاع سي ار بي وانسيان جوار تاع سي ار بي، نقول للي سيبورتر تاعنا دوركم تخسروا جو فيدير ليكيب كي فونكيسي، ماشي صافي دير احنا اللي راح نونكيسيو، ليكيب تاع سي ار بي اللي راح تونكيسي ان شاء الله. كيما يقول لك ميم كيما نقولوا حنايا لا فيديراسيون اللي راهم حاكمين الفوتبول فون فوار كيما يشوفوا حلول وخد اخرى. ملخص المباراة نبدأه من منعرجها، طرد الشرشار من جانب الأمل في الدقيقة 22 بعد تدخله على هشام نقاش. بعزة وعلى طريقة الكبار هو الآخر عقب الأمل بهدف أول جميل من كرة ثابتة، تلت الطرد والتدخل. الشباب حسم الأمور مبكرا واستغل النقص العددي للأربعاء وأضاف الثاني عن طريق دراج بعد عمل فردي رائع على الجهة اليمنى. وقبل العودة إلى غرف تغيير الملابس انظروا ماذا فعل الشاب المتألق والواعد مزيان. الدولي الأولمبي مزيان قلص النتيجة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الشباب. في الشوط الثاني تواصلت سيطرة الشباب وحرم القائم نقاش من هدف جميل. عودوا في الدقيقة 60 هو الآخر ضيع ما لا يضيع. وفي الدقيقة 62 ورغم عقوبة اللعب من دون جمهور هكذا تصرف مرة أخرى أنصار الشباب. طبعا صورة لا نريد أن نشاهدها في ملاعبنا، سنعود لنتحدث عن هذه الظاهرة. طبعا حكيم اتصل بنا السيد حكيم بوهني ردا على ما قلته، قال بأنني فتحت رأس مال الشركة ولا أحد جاء.
بقيت وحيدا فقط حتى نكون الأمانة فقط حكيم سرار، لأنه نبقى هكذا في هذا البرنامج مفتوح لكل رؤساء النوادي. نعود إلى شباب بلوزداد. الشباب لما شاهدنا أمام المولودية والآخر أعطانا ملامح تاع فريق هذا الموسم جاهز كما ينبغي لأداء مشوار مميز ويأكد اليوم. هو المباراة الأولى ضد مولودية الجزائر ساعة شباب بلوزداد للرجوع بنقطة، يعني لم يكن عنده الطموح باش يفوز بتلك المباراة، كان يلعب طريقة دفاعية محضة طيلة 90 دقيقة. اليوم فاز على أمل الأربعاء، الأمل الأربعاء اللي عندها هجرة لاعبين يعني جماعية كثيرة، وما نقدرش من عشية إلى ضحاها نكون فريق متكون من أكثر من 6 و7 لاعبين أساسيين جدد. اغتنم الفرصة هذه، الشيء المؤسف والجمهور ما كانش حاضر في المباراة هذه، ولكن شباب بلوزداد أيضا الانطلاقة جيدة، انطلاقة جيدة، ونحن أيضا في ضغط بسبب أن الصور تصلنا هكذا، لذلك كان في خلل تقني في هذه الصور في هذا الروبورتاج الذي أنجزه زميل هشام سعدودي. نعيد مشاهدة الروبورتاج يزيد حتى يستمتع أنصار شباب بلوزداد أيضا بما فعله فريقهم هذه الأمسية. ملخص المباراة نبدأه من منعرجها، طرد الشرشار من جانب الأمل في الدقيقة 22 بعد تدخله على هشام نقاش. بعزة وعلى طريقة الكبار هو الآخر عقب الأمل بهدف أول جميل من كرة ثابتة تلت الطرد والتدخل. الشباب حسم الأمور مبكرا واستغل النقص العددي للأربعاء وأضاف الثاني عن طريق دراج بعد عمل فردي رائع على الجهة اليمنى. وقبل العودة إلى غرف تغيير الملابس انظروا ماذا فعل الشاب المتألق والواعد مزيان. الدولي والأولمبي مزيان قلص النتيجة التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الشباب. في الشوطية الثاني تواصلت سيطرة الشباب وحرم القائم نقاش من هدف جميل. عودوا في الدقيقة 60 هو الآخر ضيع ما لا يضيع. وفي الدقيقة 62 ورغم عقوبة اللعب من دون جمهور هكذا تصرف مرة أخرى أنصار الشباب. وعندما أهدر لاعبو الهجوم الأهداف الكثيرة والفرص توج جيل نقومو أداؤه المتميز في وسط ميدان الشباب بهدف من رأسية في الدقيقة 66 من المباراة. معز رجل المباراة مرة ثانية، القائم يحرمه من هدف رابع بعد هجمة مرتدة لصالحي الشباب. والبديلان بقروة وربيح لم يمنحا الإضافة وتناوبا على تضييع الكثير من الفرص. ونتيجة المباراة انتهت بفوز الشباب الذي ينذر الجميع هذا الموسم بأداء مقبول جدا، والأمل يبقى يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية مع بداية هذا الموسم. والإكسبيسيون مالوريزمون جات بها بيت كوفرون ديريكت بيت، إن شاء الله واحد يعاود يصحح الأخطاء ونكون نجمو مام نونكيسيو أكثر من 3 مالوريزمون. بون أون با بوكو دو سوليسيون في اللاكس، وين محساس درتو أون تونك ستوبر، يعني هو ماهوش أكسيال مي درتو ستوبر، إن شاء الله يعني نلقاو الحل. Bon, là, on a envoyé beaucoup de jeux, c'est plutôt une satisfaction. Il faudra être capable de refaire ça. Première victoire à domicile à huis clos, c'était bien de le faire. Il va falloir continuer. On va préparer dès demain matin, préparer le match du Ned de jeudi. طبعا على ميشيل يكسب الرهان في بداية هذا الموسم، وهشام سعدودي يقول بأن شباب بلوزداد ينذر الجميع، ولكن جمهور الذي كنا نشاهده من أعالي الهضبة يناصر الشباب بحاجة إلى التعقل أكثر، خاصة بعد تلك اللقطة التي قام بها وما أحوج اللاعبين إلى أنصارهم. عبد المؤمن جابو، أنت الذي تشعر بقيمة الجماهير، لأنه في تونس في المدة الأخيرة تلعب من دون جمهور وغيابه يؤثر على أي لاعب مهما كان مستواه.
صح، سورتو العام الاول اللي رحت فيه انا النادي الافريقي كنا نلعبوا او ياكلوا، باسكو العام الثاني ولاو يدخلوا 25000 كثام كل ماتش، وكيفاه هي اللعبه بلا جمهور صامتة بزاف. نذهب إلى الحالة التحكيمية سيد رشيد ميكيداش وطرد اللاعب شرشار، نشاهد الحالة سي محمد زكريني ولك تعليق. أنا اللاعب أنا ما أظن بعزة أو ربيح وجها لوجه أون بوزيسيون دو بال رايح يسجل، جا اللاعب من الوراء شرشار دفع، الدفع وقع خارج منطقة الدفع شنو نقاش نقاش شوف ولكن الدفع وقع خارج منطقة العملية قبل دخوله للمنطقة، لهذا لما الحكم أعلن عن مخالفة مباشرة صحيحة زائد الطرد صحيح. صحيح. تحدثنا عن شباب الوزداد أمل الأربعاء، صحيح أنه لم يفز في مباراتين ولكن يملك المواهب الشاب القادر على قلب الموازين، من بينهم لاعب سنكتشفه بعد الفاصل في ركن جديد اسمه وجوه صاعدة. مدرسة الاتحاد والاكاديميه الفاف خفش عليك، مشيت الخطره الاولى يعني لعبت باسكو لعبت مع الياسما ثاني وثاني مع الشعب ونورمال عندي شويه اكسبيريونس شويه نورمال. حكينا على البيت اللي ماركيتو اكسيليراسيون من السونتر دريبل تاع دو ديفونسور وبلاصه تاع دوزيام بوطو، حكينا على البيت هذاك كيفاش خممت كي وفي دي مومون دو كريز وين ليكيب كانت ناقصه ب 10 وخاسين 2-0 ديجا بعدك مضاني نماركي مع اولمبيك ولا في الياسما كنت نلعب سبورت ديجا نماركي هذو لي بيت مع point force taille d'ao. On l'a vu souvent avec l'équipe olympique, donc évidemment que c'est un bon joueur qui fera des choses intéressantes. Après, c'est pas toujours facile d'être jeune dans le championnat algérien. Il y a les habitués des postes de numéro 10. Je connais un peu son rival à Kadour, Abdil Ali Wout, qui est à l'USMA. C'est jamais facile, mais donc il a toutes les qualités pour faire quelque chose de bien dans les prochaines années. Bonne chance. طبعا هذا هو ابن المدية وطيب طبعا خريج أكاديمية الطاف وابن اتحاد العاصمة أيضا، تم وتنقل إلى فريق أمل الأربعاء، فنان واعد ووجه صاعد. عبد المؤمن جابو تعودت على أن تسجل بهذه الطريقة؟ صح، ديجا كنت ماركيت يعني ديما نوليو للعام الدوبلي، كنت ماركيت يعني هدف ضد الشلف ضد أولمبي شلف بريسك بيوت كيما هذا. واش رايك في اللعب؟ زين يعني الهدف تاعي يتكلم عليه، يعني نتمنى له ان شاء الله التوفيق ونوصيه بالخدمه برك ان شاء الله. امين عودية، قبل ما لما كنا نشوفوا البورتري كنت تحدث عليه اللاعب هذا، كانت لي الفرصه وين تحدثت عليه مع الزملاء ديالي في لي فيستيا تاع اتحاد العاصمه وكانت لي الفرصه وتكلموا عليه اللاعبين غير بالخير، قال لك سي ان جوار كي ا بوكو دو كاليتي et j'espère qu'il travaillera encore davantage pour améliorer son niveau. Il fait de roho, il fait le fariq tao tihad al-asima, le fariq l'awel tao, le fariq l'arbi'a had l'sana, inshallah. Tihad al-asima, aydan, fih laib, sanatuhadath anu, wa sanahtafid bihi Abdelhakim Sarrar, ismu Arji, aladhi kana waraa hadaf tihad al-asima fi marma al-Nasriya. بكل صراحة أنا لم أسمع بعد باللاعب هذا عرجي، ولكن مزيان كنت نتبع في المشوار تاعو ونتبع في سياسة اتحاد العاصمة لينتهج ربما يجيب أمين عودية إعارة لهدف تاع قصير المدى يريد ألقاب بسرعة وخاصة في المنافسة الإفريقية، ولكن يمشي يخضى الدرس مثلا درفلو مشاق طليق حر طليق لأمل الأربعاء ولا استعمل الأموال باش يرجعوا اليوم، هذا مزيان تاني عنده إمكانيات مشى على شكل إعارة على ما أعلمه. طبعا سنعود الحديث بخصوص كل هذه الأشياء، سنتحدث عن اتحاد العاصمة مدام محمد أمين عودية موجود معنا في البلاطو، ولكن الصور بدأت تصلنا، الصور التي وصلتنا الآن هي من مدينة بجاية والدرب القبائلي بين مولودية بجاية وشبيبة القبائل، الدرب الذي انتهى من دون أهداف وللأسف الشديد أيضا من دون جمهور. عمر جمعي والتفاصيل. الدرب القبائلي بين مولودية بجاية وشبيبة القبائل لم يرقى إلى المستوى المطلوب خاصة في غياب الجمهور بسبب العقوبة. المباراة عرفت تألق الحارس رحماني في الدقيقة الأخيرة عندما حرم هجوم الشبيبة
من العودة بالزاد كاملا من يماغورا. وبالعودة إلى أطوار اللقاء، شهد الشوط الأول سيطرة طفيفة للشبيبة خاصة عن طريق مالو الذي لم يحسن استغلال هذه الكرة، لنشهد في الربع الأخير عودة قوية لأبناء جيجر عن طريق شتال الذي راوغ وسدد، إلا أنه اصطدم بالحارس دوخا الذي كان بالمرصاد. لنعيش نفس السيناريو في بداية الشوط الثاني رغم التغييرات التي أجراها المدرب جيجر، لكن بدون جدوى، بل كادت الشبيبة في عدة مناسبات أن تفتتح باب التسجيل خاصة بعدما اندفع الجميع إلى الهجوم، لتأتي اللقطة التي حبست أنفاس أنصار الموب الذين كانوا حاضرين خارج الملعب. ينتهي اللقاء كما بدأ في مباراة كانت مرضية للشبيبة، بينما على مولودية بجاية أن يضع هذه المباراة في سلة النسيان. بون الحمد لله نقطة أخر منا ما كان والو، إن شاء الله نحسنوا الأداء تاعنا مع اليامات ونصلحوا الأخطاء إن شاء الله، وإن شاء الله الماتش الجاي إن شاء الله نعدوا نديروا بون ريزلت إن شاء الله. نظن بلي اليوم جينا هضرنا تلا سيمان بيناتنا، ونا في ماكسيموم لي جوار كانوا حابين يديروا ريزلت، ونا في بون ماتش كما شفتوا مالغريك، نظن بلي ونا بيان جوي لعبنا خير من الموب واحد كيما قال لك بروح رياضية. مالغري صا جاونا دي زوكازيون اللي كنا قادرين ماركيو بهم، نظن بلي ما عرفناش كيما قال لك ما كناش بيان كونسونطري ديفون. لما يعاكسك الحظ تحدث هذه الأمور. حكيم، يقولون المصائب لما تأتي تأتي هكذا تباعا، لما نشاهد لقطة غريبة جدا. المهم شبيبة قبيل استرجعت الثقة، وهي عندها خبرة كبيرة في الويكلو، يعني لعبت موسم كامل ويكلو، دونك متعودة ما تحش الغرابة تاع المباراة. داروا مباراة كبيرة نظرا للهزام الأول أمام شباب قسنطينة، مع الأسف يعني رد ضيعوا هدف حقيقي، وهي ما نقولوش ضيعوا. مولودية بجاية بدون حضور أنصارها الأمور تصعب بميدانها، تصعب عليها حتى بحضور الأنصار في ميدانها دائما تلقى صعوبات الأداب. طبعا قلنا بأنه شبيبة شبيبة القبائل بتغيير واستقالة أو إقالة المدرب كاروف، المدرب القادم حسب الأخبار المتداولة ودومينيك بجوطة. أكثر تفاصيل مع المناجر الجديد لفريق شبيبة القبائل إبراهيم زافور في هذا الحوار الذي خاص به زميل عمر جمعي. جديد الشبيبة، الكل يتحدث عن مدرب جديد، من هو هذا المدرب؟ كيف تم اختياره؟ ومتى يبدأ مع الشبيبة؟ يعني تم الاختيار بعد يعني كشفنا سيفي دونترينر، وتم الاختيار على المدرب بيزوطات يعني بعد تشاور بين إدارة يعني والرئيس، وإن شفنا بلي يعني يمكن إنه يكون مدرب صالح للشبيبة، يعني وإن عنده ممكن نقوله خبرة في الدرجة الأولى في فرنسا، وكان حتى لاعب يعني في الدرجة الأولى. نظن إنه إن شاء الله نكون يعني أحسن الاختيار، ويكون معنا نقدر نقوله بعد ممكن حتى يتحصل على يعني الجزاء تاعه إن شاء الله في نهاية الأسبوع بلك يكون معنا إن شاء الله. قدوم تاعه متى سيكون إلى الجزائر؟ يعني يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله يكون معنا، يعني الوقت اللي يعني تكون إجراءات يقوم بالإجراءات وكل شيء إن شاء الله بداية الأسبوع ولا يكون معنا في الفريق إن شاء الله. ولماذا المدرب الأجنبي؟ لماذا تتنقل شبيبة إلى مدرب محلي؟ نظن أنه يعني لما نقصروا في المدربين اللي عندنا أنا في الجزائر، نظن أنه تقريبا كل المدربين عندهم فرق، وحتى يعني الفيدرال اللي نظن أنه تحتم أنه يكون كما يقولوا يكون عندهم ديبلوم كافأة وكل شيء، وهنا في الجزائر نظن ما كاش كثير مدربين اللي عندهم يعني le diplôme. donc l'autre on a fait un choix sur l'entraîneur d'ailleurs bon par rapport à son expérience et tout. وإن شاء الله يكون يعني في صالح شبيبة، ويعني إحنا يعني نحاول أنه نكونوا كيفاش يقولوا فريق متكامل يعني بالإدارة والمدرب واللاعبين، حتى نحاول أن نرجع الشبيبة يعني إلى الأدوار الأولى إن شاء الله. وش الأهداف اللي استرتوها معه؟ يعني انهزام انهزامين ما راحش يطردوا، يمكن انه الرئيس تحدث معاه وسطر يعني الاهداف، لكن احنا نستناو حتى يدخل يعني يكون هنا في الميدان وين يشوف اللاعبين ويشوف الفريق ويشوف حتى الاداء، باش نقدروا يعني نسطروا اهداف يعني رسميه للشبيبه.
عودة سافو للشبيبة ممكن كيفاش كان الاتصال كيفاش العودة يعني برابيد مو يعني قبلت وجيت للشبيبة؟ والله يعني أنا يعني بعد خصم يعني بعد ما كنت كيفاش يقولون ليتيج أنا مع شبيبة بجاية يعني بعد 7 سنوات غياب من يعني مع شبيبة القبائل وين يعني اتصلوا بي وانا احنا نقولوا في خدمة شبيبة القبائل ما قدروش نرفضوا العرض وان شاء الله يعني نكونوا في حسن الظن. الصور إذن تصلنا تباعا والآن تصلنا صور الرائد فريق شباب قسنطينة من مدينة الجسور المعلقة. الأجواء كانت كبيرة جدا في قسنطينة، الملعب كان مكتظا عن آخره بعد الفوز الكبير الذي عاد به شباب قسنطينة من تيزي وزو أمام شبيبة القبائل. الأجواء عاشها الزميل أيضا ياسين بوخناف الذي عاد إلينا بهذا التقرير عن فوز فريق شباب قسنطينة أمام الضيف مولودية وهران. جمهور غفير جدا حضر هذا اللقاء خاصة بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها الفريق من ملعب تيزي وزو. قرابة 40,000 مناصر جاءوا لمساندة السنافير، وجانب من جمهور حمراء وتنقل كذلك لملعب الشهيد حملاوي باختصار حضور قياسي. الروح الرياضية كذلك كانت حاضرة، وتحسيس الجمهور من قبل لجنة الأنصار واجب في مثل هذه المواجهات. الشباب كان السباق للهجوم والسباق للتهديف كذلك، للعب الدقيقة 23 عمل هجومي وضغط كبير وأخذ ورد في منطقة العمليات. أكساس كان آخر من سدد ووقع الإصابة الأولى لصالح الشباب. الهدف هذا أسعد كثيرا أنصار السياسي. رد فعل الحمراوة جاء بعد ذلك، زعبية يتلقى كرة في العمق وبين مدافعين يتمكن من معادلة النتيجة، وكان ذلك في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل هدف لهدف. المرحلة الثانية، وعلى إثر هذه الكرة نطاش يلمس الكرة خارج المنطقة ويتلقى البطاقة الحمراء ويترك فريقه بعشرة لاعبين. المخالفة تولى تنفيذها ياسين بزاز، وبيسراها القوية يسكن الكرة شباك الحارس بالعربي. فرحة كبيرة لدى ياسين بزاز اللاعب السابق لمولودية وهران والعائد إلى صفوف شباب قسنطينة. حدث كل ذلك في الدقيقة 53. الحمراوي بعد ذلك كادوا أن يصلوا إلى شباك سيدريك بعد مخالفة العربي القائم هنا أنقذ الموقف. نلعب الدقيقة 76، بن شريفة في عمل هجومي يعرقل من قبل بالعباس، الحكم يعلن ضربة جزاء. بولمدايس يتولى التنفيذ ويفشل أمام الحارس بالعربي، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدفين لهدف، نتيجة أغضبت كثيرا المدرب كافالي. الماتش يبارل سيل Beza, c'est mon joueur et c'est lui qui nous a battus. Merci pour ceux qui l'ont fait partir. On s'est fait un peu peur à la fin parce qu'on doit faire le break avec le penalty, mais pour un début de saison, c'est pas mal. On doit reproduire les séquences de jeu qu'on a fait plus souvent, mais on est satisfait quand même. Bah, un bon match dans l'ensemble. Il y avait deux belles équipes, soit Constantine et le MCO. Jusqu'en tournant du match où carton rouge, on est réduit à 10, on prend le but sur coup franc. Je pense que le tournant du match il est ici. Maintenant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre ? Il y a des images au couloir de la conscience terre. مقابلة كانت صعبة كثير. مولودية وهران فريق جا اللي جاي ديفوندي بزاف. نعرف الخطة تاع المدرب. الحمد لله ما لقينا صعوبات، تمكنا باش نسجلوا هدفين اللي خلونا نفوزوا بالمقابلة. بون في ان بون ديبي. مي زاد خدمة كبيرة باسكو كانوا شوية درنا شوية دي فوت اللي لازم نصححهم في لي بروشان ماتش ان شاء الله. تصريح كافالي سيفتح الكثير من الجدل خاصة بعد الذي حدث الأسبوع الفارط في سطيف، خلافه مع بعض المسيرين، والآن يتهم بعض الأطراف برحيل ياسين بزاز. الأمور قد تتعقد داخل بيت مولودية وهران، ولو أنه الفريق هذا الموسم بإمكانه أن يذهب بعيدا حتى إذا كان ربما عندنا الوقت أن نتصل برئيس مولودية وهران أو نعود إلى القضية في الأعداد القادمة. لكن في الجهة المقابلة
المقابلة عبد الحكيم سرار، أي أجواء في مدينة قسنطينة؟ الشباب بثوب فريق يريد أن يلعب على اللقب، ملعب مكتظ عن آخره، تفوز في تيزي وزو، تفوز على مولودية وهران القوي جدا خارج الديار، تعطيك ثقة وبداية ولا أحلى لشباب قسنطينة. كل بدون شك يعني كل التواب الحاضرة في قسنطينة للتتويج، يعني ملعب كبير عشب طبيعي، جمهور من ذهب، ولكن لا أتأسف عليها صديق، نتكلم وند نصيحة من هذا شباب قسنطينة، عودنا على البداية القوية ثم يتراجع، ثلاث مواسم متتالية دائما يتصدر في الست سبع جولات الأولى، ثم لا أعلم ماذا يجري في هذا الفريق حتى يرجع إلى النتائج، سلسلة النتائج. ماهوش ضغط، ضغط لأنه فريق بضغط كبير جدا، وجمهور بحجم جمهور الشباب والفريق الشباب عنده لقب واحد فقط في تاريخه. لا أظن يعني الجمهور يحب الفريق حب جنوني، جنوني صح، جنونية يعني، شاهدتهم ونعرف منهم البعض. ماذا يجب أن يفعل سي عبد الحكيم سراب بحكم الخبرة؟ ماذا يجب أن يفعل شباب قسنطينة حتى يبقى في الديناميكية ولعب من أجل اللقب؟ فريق غير مستقر، كل سنة كاين مدربين، على الأقل مدربين ثلاثة رؤساء، كل موسم اثنين رؤساء الدولة، لازم يكون عندهم استقرار، يبقى الرئيس يبقى المدرب يبقى اللاعبين، هذا هو الحل، المدرب ويبعدهم الأجواء اللي تبس بالانتيري دي كلوب. أمين عودي، تحب هذه الأجواء؟ شباب قسنطينة، جمهور شباب قسنطينة عودنا على هذه الأجواء، مثل ومثل جمهور وفاق ستيف، مولود الجزائر، اتحاد العاصمة، وشنو كما سبق وذكر السيد عبد الحكيم سرار، شباب قسنطينة يعود الجمهور تاعو بداية قوية وبعد الآن لازم اللاعبين يعرفوا يسيروا المباريات تاعهم، وجيسبر ان شاء الله اكساس اليوم سجل ايضا هذا الجمهور. انا سعيد دايوغ اون سي انفوي دي اس ام اس، انا سعيد صديق ديالنا وتاع مموج ديجا اكساس لي سجل هدف، وان شاء الله يكون فاتح لاهداف اخرى، وبون كوراج بوغ الكلوب تاع شباب قسنطينة، الجمهور تاع شباب قسنطينة يستاهل يفرح. وياسين بزاز عبد المؤمن جابو لا زال انيقا واهدافه مميزه بالضربات المباشره. ياسين بزاز غني على التعريف، يعني اخلاقيا انسان ما شاء الله، كرويا ثاني واحد ما يقدر يشك يعني في القدرة تاعه. انا نتمنى حاجه برك والله، سورتو الجماهير شباب قسنطينة لكل عام يعني يطمع بشي ان شاء الله، والله نتمنى له منا ان شاء الله يبدو تياتر العام هذا ان شاء الله. لما لا، البطولة او الكأس يزيد بلكوت فيها الحالات التحكيمية ايضا حاضرة في هذا البلاطو، رشيد ميكيداش مع ضربة الجزاء هكذا ذكريني، او الطرد قبل ذلك، هاي الصورة، شوف الصورة، شوف يد يد هل نشوفوا احنا بالراس هنايا، عاود اللقطة، يلا عدنا الوقت، عدنا الوقت ذكريني نشاهد، هل بالرأس أم بهناتاش راح وما احتجش؟ لا مستحيل براسه، يعني حتى ولو تشوف يعني هكذا، لا انت تشوف براسه بصح بهناتاش، شوف لا اليد به ضرب براسه، شوف تبان براسه يتبان بصح، شوف يعني اليد اليمنى اللي يلا رانا خمسه في البلاطو عبد الكريم، هل بالراس ام باليد؟ شوف الاخ كريم، مادام احنا رانا في خمسه، رانا في جدال وامامنا الاعاده، فما بالك الحكم، رانا الاعاده وعندنا سريع، شفناها بالراس كيف هو شافها باليد، شوف ما رانا شفناها بالراس كيما رانا جابوا بالراس ولا باليد، شوف اليد اليمنى بالك او بالراس، شوف شو اللي طالعه، شوف اللي طالعه، لا شوف اللي طالعه، شوف اليد اليمنى، لا 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 شو اليد اليمنى، حبس هكذا، هي بالراس واليد اليمنى هكا تشوف بالراس واليد، اي انا كان، ولكن كان فيه التمويه باليد واليد اليمنى، لا انا على حسب واش راني نشوف، احنا واش انا نشوفه بالراس، انا اسمعني اسمعني سامحني سامحني، انا راني نشوف ضربها بيزو درجه صبر، سامحني شوف خاطر ما ريسبيتاش الاربيت، مستحيل لاطاش مضربها بيده يضربها براسه ويخرج هكذاك، كان يحتاج، كان يحتاج، شوف مستحيل يضربها، شوفها شوف بدون ان يحتاج طبعا، هاي شوف لا ضربها بالراس، ما تشوفش النيميرو تاع النتيجه، سنتاكد مع ربما نطش سكرين، عنده روح رياضيه وهذا، لا 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 فاهمه تكون روح رياضيه، ولكن لما تظلمني ما نسكتش،
لا اللاعب الجزائري معروف. ذكريني عندنا بامكاننا نتصل مع نطاش ايضا وراح يساعد ولكن فيها ضربه جزاء ايضا ذكريني. نعم. امور واضحه يزيد بالكود سنشاهد ضربه الجزاء التي ايضا تم الاعلان عليها. هاي الصوره سي سكرين واضحه داخل منطقه العمليات فوق الخط فيه العرقلة داخل منطقة العمليات طرد اسمح لي برا هدي اسمح لي نشوفها برا ضرب الجزاء صحيحة والبطاقة الصفراء صحيحة. لا صعب مع رئيس فريقه ولاعبين وكذا تشرح لهم الحالات حتى عودي يقول بأنه لما كان زكريني يدير مبارياته في كل مرة محمد أمين عودية يسجل كنت محظوظ مع زكريني كنت محظوظ ويعجبني الحاكم زكريني مجتهد مجتهد في الميدان عنده لياقة بدنية جيدة إذن مباشرة إلى مدينة الورود التي استقبلت فريق اتحاد الحراش في مباراة أيضا من دون جمهور. الاتحاد بعد أن تعثر في المباراة الأولى يعود بكامل الزاد من البوليدا. المباراة حضرها زميل بلال بناري. عودة فريق اتحاد البوليدا إلى الاستقبال ضمن حديرة الكبار في عريني لم تكن موفقة بالنظر إلى غياب الجمهور الذي تابع المباراة من على أسطح المنازل أمام اتحاد الحراش الذي استغل هذه الفرصة جيدا رغم أن البداية كانت بهذه التسديدة القوية من جانب اتحاد البوليدا وهشام شريف ثم محاولة أخرى براسية لكن الحارس شعال كان دائما في المتابعة والفعالية جاءت من قبل يونس صفيان والتوزيع والمهاجم الشاب في المكان المناسب عبد القادر مزيان القادم من اتحاد تغنيف يمنح اتحاد الحراش الأسبقية في الدقيقة العاشرة بهذه الكيفية. ورغم هدف السبق لفريق اتحاد الحراش إلا أن اتحاد البوليدا لم يتأثر وكاد سيرا بهذه التسديدة لكنها ضعيفة وتواصلت محاولات فريق اتحاد البوليدا وهنا مصفار بهذه التسديدة داخل منطقة العمليات تألق فيها شعال فريد وناب فيها أيضا القائمة الذي أبعد الخطر. اتحاد البوليدا لم يستسلم ومخالفة مباشرة أخرى من هريات حمزة بطريقة ممتازة القائمة الأيمن للحارس شعال فريد ينوب مرة أخرى. محاولة أخيرة من جانب اتحاد البوليدا كان وراء هشام شريف لكنها علت ببضع سنتيمترات في المرحلة الثانية. تعقدت أمور اتحاد البوليدا بعد طرد اللاعب هريات حمزة في الدقيقة 65 بالبطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الحمراء وهكذا قرر الحكم بنبرام لحلو. اتحاد البوليدا واصل المباراة بعشرة عناصر وما سهل المأمورية أمام اتحاد الحراش الذي كاد يقتل المباراة عن طريق يونس صفيان وهذه الانطلاقة والانفراد بحارس اتحاد البوليدا لتيم أسامة الذي تألق في هذا الصد وأبعد كرة يونس صفيان وانتهت المباراة بعد ذلك بفوز ثمين لاتحاد الحراش. حابين نربحوا من الله غالب كشفت احنا مع بونيكيت الحراش اللي نقول لك غلقونا الموافد اللي صعبونا المهمة على المقابلة اليوم ونظن احنا هدينا مقابلة لاباس بها. شكون لاعبين المجهودات اون بليس كي يكون تيران غازون هكذا كبير جو بونس الخساره الحاجه اللي تنقص اليوم الجمهور نتمنى لو كان كان كاين الجمهور مي الحمد لله كما نقولوا درنا مقابله لاباس بها وكما نقولوا عاود ريكيبرينا لي دو بوان اللي بحرناهم بريمي ماتش كونت صابا. إذن اتحاد البوليدا بعد أن عاد بنقطة تعادل في الجولة السابقة أمام جامعية وهران ينهزم بأرضية ميدانه عبد الحكيم سرار. هل غياب الجمهور أثر لفريق الصاعد يلعب أول مبارياته من دون أنصاره بملعب مثل ملعب مصطفى تشاكا ليسمح للفريق الصائر أنه يقدم كرة جميلة بدون اللاعب 12 زيادة المناصر حتى المناصرين تاع الأندية الأخرى لازم يحسوا يحسوش راه يصر الأندية الأخرى اللي تقوم يعني برشق أو رمي مفرقعات في الملعب تجعل الفريق وربما يضيع مصيره في القسم الوطني الأول من أجل العقوبة. فريق يصعد القسم الوطني الأول منذ سنين بليدا غادرت القسم الوطني رجعوا كان المفروض أنه يكون العرس اليوم يكون العرس يكون الجمهور مع الأسف شديد نهاية الدوري جعلتهم باش يديوا على الأقل مباراتين أو أربع مباريات أتذكر يعني العقوبة أربع مباريات منها اثنتين في ذاتها ما زالوا يزيدوا يلعبوا مباراة أخرى وخرجوا مرة هذه يلقى ربما بنقطة بعد ربع جولات يدخل الشك في الفريق إلى آخره. هادو أخطاء يعني لازم يتفطن كل المناصر الأندية الجزائرية يتحلوا بالروح الرياضية وما هي إلا لعبة وتقارب ما بين الشعب الواحد. طبعا بالنسبة لاتحاد الحراش الأمور واضحة الفريق يأكد تعثر في المباراة الأولى ولكن في المباراة الثانية يتألق وثلاث نقاط. الشيء الجميل في اتحاد الحراش هو استقرار السياسة
صديق لم يظهر سياسة جديدة، كل ما يصير فيه لاعبين يجيبوهم مغمورين غير معروفين، وبعدها يعني بعد 4 جولات 5 جولات 6 جولات يرجع اللاعب مطلوب في أندية أخرى بأموال، وهذا السياسة جعلت الاتحاد الحراش يبقى دائما الاتحاد الحراش. طبعا كان في هذه المباراة أيضا طرد لاعب في المواجهة، إن كانت الصور جائزة والحالة التحكيمية مع محمد زكريني. طبعا هاي الصورة شوف احنا ما فيه لا دفع لا مسك، شوف لا دفع لا مسك لا عرقلة، لاعب تحايل وسقط لوحده. في هذه الحالة كانت عنده بطاقة، الحكم أشهر البطاقة الصفراء، الثانية معناها البطاقة الحمراء، وفي هذه الحالة الحاكم كان محق. وشوف اللاعب يديه موراه لم يحتج، لأنه عارف وش دار، شوف ناط وكان متأكد أنها بطاقة ثانية وخرج. هذه اللي نتمنوهم كل اللاعبين الجزائريين، لما تكون الحاكم ياخذ قرار لا جدالة ولا يعني احتجاج على قرارات الحكم، لان في هذه الحالة الحكم كان محق واللاعب يستحق البطاقة الصفراء التالية، لهذه الاسباب طرد من الملعب. وطبعا في انتظار ربما أن تصلنا صور فريق شبيبة الثورة أمام دفاع تجنان. شبيبة الثورة هي الأخرى تفوقت بعد الفوز الذي عادت به أمام فريق اتحاد الحراش بالضبط في ملعب 20 أوت. طبعا المباراة جرت على الساعة نعم تعادلت في المباراة الأولى بملعب اتحاد الحراش بهدف مقابل هدف. هدف شبيبة الثورة سجله جاليث يا محمد زكريني، واليوم يفوز وب4 نقاط. أيضا شبيبة الثورة بداية موفقة حكيم. بداية موفقة، وأول حاجة وفقوا في اختيار المدرب برنارد سيموندي، وقاملوا بعمله راح تكون النتائج أحسن في المباريات القادمة. طبعا أيضا حتى دفاع تجنانت أيضا كان الهزيمة اليوم، ولكن بدأ الموسم بقوة. دفاع تجنانت لا يخجل من هذه الهزيمة، هو ضيف وإن شاء الله يكون ضيف اللي يطول في هذا في الضيافة تاعه، ضيف القسم الوطني الأول هزم حاجة أن يفوز بمباريات وداخل الميدان والعودة بما يمكن أن يعود به خارج الضيافة. لازم يغتنم فرصة في كل مباريات اللي يلعبها، مش الكل على الأقل مباريات كثيرة اللي يفوز بها في تجنانت، ولما يخرج خارج ديار هذه أول خرجة تاعه في القسم الوطني الأول منذ نشأته، نهزم 1-0 تبقى له مباراة تاريخية، وراح يتفطن وعندهم فريق لباس بي وعنده غيابات عنده عقوبات أيضا، راح يتراجعوا ربما في الجولة القادمة والجولات اللي جاية. طبعا يزيد نذهب إلى نتائج هذه الجولة وكذلك الترتيب والمباريات القادمة في انتظار، ونحن دوما ننتظر صور مباراة شبيبة الثورة وكذلك دفاع تجنانت، المباراة التي انطلقت على الساعة 7 متأخرة بساعة مقارنة ببقية المباريات. النتائج كانت على النحو التالي: طبعا نشاهد ترتيب هذه الجولة وكذلك المباريات القادمة، مباريات كثيرة واعدة. يزيد يبدو بأن صور شبيبة الثورة وصلتنا في هذه الأثناء، هذا هو طبعا المباشر، وقلت نحاول دوما أن نقدم لكم الصور في لحظة وصولها. ومباراة شبيبة الثورة كانت متأخرة. هذا برنامج المباريات القادمة، مباريات كثيرة واعدة، الجولة الثالثة التي ستجرى الأسبوع القادم. إذن مباشرة إلى مباراة شبيبة الثورة وفريق دفاع تجنانت في هذا التقرير من محطتنا الجهوية. شوط متواضع، لم يستطع فريق شبيبة الثورة تقديم ما كان ينتظره أنصاره الذين حضروا بأعداد كبيرة، خاصة في بداية المباراة حيث وجدوا صعوبة كبيرة في تخطي دفاع الوفيد الجديد للدوري المحترف الأول دفاع تجنانت الذي نظم دفاعه وصد لكل الهجومات بفضل حارس مرماه بركي خيري. وأهم فرصة يمكن تسجيلها هي هذه الفرصة التي أهدرت، حيث خرجت فيها الكرة فوق العارضة إثر كرة ثابتة نفذها جاليت نحو رأسية زيد. بعد فترة الاستراحة الأمور تغيرت كثيرا، حيث أظهرت العناصر المحلية أداء متميزا عبر التمريرات القصيرة والتوغل نحو الهجوم بفضل كل من زيدي السايح وجاليت وأندري.
وكان لهم تحقيق ذلك في الدقيقة 15 من الشوط الثاني بواسطة جاليت الذي وقع الهدف الأول والوحيد عن طريق كرة ثابتة تلقاها ليخرج من الخلف وبقوة يقذف ويسجل. وبعد هذا الهدف بحث المحليون عن تعميق النتيجة حيث أهدروا فرصا سانحة للتسجيل خاصة في الدقائق العشرة الأخيرة. وتمثل هذه النتيجة المحققة من طرف شبيبة الثورة رافعة معنوية ستجعله يفكر كثيرا في اللقاءات المقبلة لإدراك ما حققه في الموسم الفارط. Ce qui est important toutefois c'est de gagner et en football et en compétition ou que nous à laquelle nous participons c'est d'enchaîner les matchs et d'enchaîner les victoires. Là nous avons deux rencontres un match nul et une victoire à domicile. Bon ça nous permet d'espérer autre chose. Maintenant je sais pertinemment que nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Mais il va falloir non pas simplement le dire, le penser, il va falloir le démontrer sur le terrain. Ce soir, nous n'avons pas été capables de le démontrer véritablement. Nos adversaires n'ont pas eu de base, nous ont pas mis à contribution véritablement. Mais nous, de notre côté, n'avons pas su profiter de cela non plus. إذن شبيبة الثورة تتألق وتندر ببداية موسم قوية. شبيبة الثورة التي قدمت مهاجم لشباب بلوزداد أودو، ولكن شباب بلوزداد إلى حد الآن لم نفهم أين هو ساكومبي، هل يعود أم لا يعود؟ قضية أخرى تطفى إلى السطح. معنا رئيس شباب بلوزداد السعيد بانتصاره أمام أمل أربعة من أجل أن نوضح ما يحدث بخصوص هذه القضية. أهلا مرحبا سيد رضا مالك. اهلا وسهلا بكم بالجميع السادة الحاضرين امامك سيد كريم من الاخ سرار والاخ زكريني وكذلك اللاعبين تاعنا الممتازين. والله احنا المشكل تاع سكان بهذا هو مشكل اللي ربما رايحين احنا نشوفوا نتصلوا بالاداره تاع شلف اللي هي من حيث ربما نوجدوا حلول مع بعض، لان من خلال اجابه الرابطه كانت جاوبتنا كذلك مع الفيدرالية جاوبونا بأنه ما يقدروش يدخلوا في الأمر هذا لأنه ما يكونش في الصلاحية نتاعهم أنهم باش يخدموا دفع المصاريف تاع اللي هي علاقة بين فريق أولمبي شلف وكذلك فريق اللعب القديم لسوكامبي. ما هو الحل؟ فبالتالي راح نتصلوا بالإدارة ولكي نجد حلول مع بعض هل تكون في مصلحة فريقين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا سيد رضا مالك، سنستقبلك حتما في هذا البلاطو في قادم الموعد الحديث عن شباب بلوزداد بلاعب كثر عنه الحديث في المدة الأخيرة هو نقاش. هكذا نقاش هو خريج مدرسة بارادو، كان في بارادو قبل ومشى لمولودية وهران وأنا فوجئت يعني أدى موسم لا بأس به الموسم الماضي مع مولودية وهران، اليوم اعتبرها صفقة مربحة لشباب الوزديد ويقوم بأداء جيد حتى في مباراة مولودية العاصمة كان ينقصه شيء نوعا ما ليجسد يعني قوته الهجومية، ضيع بعض الفرص ولكن أظهر باللي عنده إمكانيات تاع مهاجم لا أقول قوي ولكن مهاجم اللي عنده مستقبل زاهر. نقاش يبقى نفس اللاعبين اللي ما عندهمش أسامي ثقيلة في الدوري الجزائري ولكن راح نسمع عليهم في المباريات المتبقية. طبعا المباريات المتبقية طبعا فقط وصلتنا معلومة تقول تحدثنا عن ملعب أمل أربعاء ستكون فيه لجنة المعاينة ستتنقل إلى ملعب شهيد مخلوف الذي كثر عنه الكثير من الجدل يوم الأحد القادم حسب آخر الأخبار التي وصلتنا من الرابطة المحترفة الأولى. حديث أيضا عن افتتاح ملعب 5 جويلية بعد توقف البطولة مع مباراة بين شباب الوزداد وشبيبة القبائل هناك، وتفاصيل أخرى وأخبار سنوافيكم بها بطبيعة الحال في الأعداد القادمة. مثل ما قلنا بأننا سنعود الحديث أيضا عن فريق مولودية وهران، الفريق الذي ينتظره الكثير من محبيه هذا الموسم. اليوم تعثر في قسنطينة ولكن هذا التعثر لا يعني الشيء الكثير، قادر
على العودة بقوة في المدة الأخيرة، ولكن الرئيس بالحج مطالب باحتواء الوضع بين المدرب كافالي وبعض المسيرين الذين أشار إليهم في قضية اللاعب ياسين بزاز. آخر ركن في هذا البرنامج هو ركن الجديد واستوديو زوم مع ياسمين قادري بعد الفاصل. شكرا لك كريم. جمهورنا الرياضي أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذه الفقرة التي سنتناول فيها عدة مواضيع. البداية اليوم ستكون بأرقام من هذه الجولة. أرقام هذه الجولة نبدأها بالبطاقات الحمراء، حيث أشهرت 3 بطاقات حمراء في هذه الجولة. كما أيضا سنرى فيها صور رحماني شمس الدين حارس مولودية بجاية الوحيد الذي لم يسجل عليه أي هدف خلال الجولتين الأولى والثانية. طبعا شباب الوزداد يكون أول فريق يسجل ثلاثية هذا الموسم. شباب قسنطينة أيضا الوحيد الذي حقق فوزين متتاليين تجعله رائدا. جولة لم تسجل فيها أي ضربة جزاء. كما أيضا سجلنا في الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى 15 هدفا، طبعا كما قلنا في الجولة الثانية، وبفارق هدفين عن الجولة السابقة، رغم أنها منقوصة من مباراة اتحاد العاصمة وفاق السيف. يفعلها مانوتشو ويقلص النتيجة في الدقيقة 74 ويعيد الأمل. ننتقل الآن إلى أحسن التصديات. أحسن تصدي لجولتي اليوم كان لحارس الموب رحماني شمس الدين الذي واجه بمفرده مجموعة من لاعبي شبيبة القبائل كما نشاهد في الصور، وتألق ب4 تصديات على التوالي. طبعا هذا التصدي كان جميل جدا. الآن ننتقل إلى صورة العدد. صورة العدد لهذه الجولة اخترناها لكم من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والذي عرف حضورا جماهيريا غفير كالعادة أضف جوا مميزا على المباراة. ومن بين الحاضرين كما نرى في الصور كانت العائلة الصغيرة للاعب شباب قسنطينة مراد مغني. طبعا أجواء جد مميزة كانت في ملعب الشهيد حملاوي وروح رياضية عالية. ننتقل الآن إلى أجمل 5 أهداف للجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. 4 3 2 1 5 2. One.
طبعا كانت هذه خمسة أجمل أهداف في هذه الجولة ياسمين، كانت فيها ضربة جزاء واحدة في قسنطينة لم تسجل. إلى هنا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد الثاني من أستوديو المحترفين. شكرا أمين، شكرا عبد المؤمن جبر، إن شاء الله بالشفاء العاجل بالنسبة إليك حكيم، كذلك محمد ياسمين. الشكر موصول أيضا للفرقة التقنية بالأستوديو رقم واحد، لميكي داش، ليزيد بالكوت، لمسعود شيشة، لتودات، لعبد الرزاق رمضان، لكل الذين ساعدونا في إعداد هذا البرنامج. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم.